مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، مقاتلات التحالف العربي في اليمن تنفذ غارات جوية على تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة الحوك بجبهة الساحل الغربي. مجلس الأمن يبحث مشروع قرار مصري بشأن القدس ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. مقتل عدد من الإرهابيين بغارات للجيش المصري جنوب رفح. في أخبارنا المنوعة، انهيار طيني في تشيلي يطمر قرية صغيرة في جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وفقدان 15 آخرين بعد ليلة من الأمطار الغزيرة. استطلاع يكشف أن 51% من البريطانيين يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 41% مغادرة التكتل، وذلك عكس نتيجة استفتاء العام الماضي.